بس للاسف الكوميونتي مقفول شويه فكنت بشتغل لوحدي لغايه ما عرفت ان عن كورس السكيورتي هنا وانضميت ليه. الحمد لله في خلال اسبوعين قدرنا بشكل كبير ان احنا نحقق حاجه كويسه. يعني الروح كانت ممتازه جدا، التنظيم كان على اعلى مستوى، كنا بنناقش الحاجات سواء في الكورس او بعد الكورس حتى على الجروبز الخاصه بينا، بنشتغل مجموعات او لوحدنا عادي مفيش مشاكل. ايه اللي اتعلمته في ده؟ يعني اتعلمته اختصار، اتعلمنا الويب بنتريشن، اتعلمنا حاجات كتير في الويب بنتريشن بجانب الخلفيه بتاعه الواحد عن النتورك سيكيورتي. يعني والجميل في الكورس ان الواحد مش لازم يبقى بروجرامر، مش لازم يبقى ديفلوبر، مش لازم يبقى هاكر على اعلى مستوى، يعني او نقول على اقل تقدير ايثيكال هاكر على اعلى مستوى، تمام؟ بس يكفي ان هو يكون عارف شويه مبادئ او شويه حاجات اساسيه عن الايثيكال هاكينج، يعني او الهاكر الاخلاقي. والهاكر الاخلاقي ببساطه هو انسان احنا بنقول ان هو يعني you must think like them but think for security، يعني لازم تفكر زيهم بس تفكر من اجل security مش من اجل اي غرض تاني.